فرع الناظور، على رأسهم الشاعرة والقصة زلفى أجنبون، وشكرا على الدعوة. من أجل المشاركة في الملتقى الأول لكاتبات المغرب بمشاركتي قصائد شعرية أمازيغية، أتمنى أن تنال إعجابكم. القصيدة ديالي الأولى هي تحت عنوان بسيميت. صباغ خفينو نغاز قتافة، تندر دوار وحدة سوات الطفة، أعزو من يدس بمشاني بشكة، أني بسورة أني بسورة برجوة بتغوالة، أرزوق أرزوق سير سيرين سمحة، الشيء بطلان أكي خفين السوالة، من يغيري تروح مالي غيري تروح مالي نسا خمة، مروة فيق نشاب بوهرية، مروة فيق نشاب بوهرية. حاجتي من النهار، مش حاجة تسكين، حاجتي من النهار.